النهارده يا جماعه حلقه عيد الهلع. النهارده انا هاكل 6 اطباق ليهم علاقه بعيد الهلع. انا بصراحه بحب هالوين جدا عشان انا تافهه زي ما انتم عارفين. فيلا بينا نشوف حلويات عيد الهلع. الطبق رقم 1. طيب يا جماعه ده شكله ميرينج على شكل ماميز او عفريت صغنن. شكلها كيوت جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعه زي ما توقعت الحمد لله من الواضح ان انا بتصالح عشان الحلقه اللي فاتت كانت كلها مخللات وزي القرف. طعمه حلو جدا وشكله كيوت جدا. شايفين الطبق الثاني كده؟ الله ده هوت دوج على شكل مامي. دي شكلها باف بيستري معموله على شكل موميا موميتين. طعمها حلو قوي. لكل الناس اللي عندهم اطفال وما بيحبوش شكله ممكن نعمل لهم السجق بالمنظر ده ونحط عليه عينين زي الفل. الطبق الثالث. ياه بما انها حلقه الفامبايرز وحلقه الناس اللي بتاكل بني ادمين انا معرفش ده ايه، بس ده منظر وش حد بيقول كده. من الواضح ان انا دلوقتي بشرب دم اعدائي في صحتكم. عادي ده عصير رمان تقريبا او عنب، عصير عنب محطوط فيه انا مش عارفه ده ايه، فممكن حد يجيب لي معلقه عشان. طيب يا جماعه الوش عامل زي ما يكون وش حاجه مرعبه يعني. تفاح اخضر. انا بصراحه عايزه افضل الحلقه دي كلها ماسكه البتاع ده عشان شكله مرعب شويه. الطبق رقم 4. واو ايه ده؟ تقريبا دي احلى حاجه شفتها في حياتي. زي ما انتم شايفين دي عيني عشان انا عيني زرقاء. ينفع اعمل كده؟ طيب هي سكر وجواه ريد فيلفت. حلوه جدا. هكملها بصراحه، هاكل البؤبؤ. الطبق الخامس. ده دماغ بني ادم او دماغ قطه مثلا. يا هاكلها بايدي ليه؟ لان انا بحبكم وبحب عيد الهلع. ما اعرفش شكلها ايه يا جماعه، بس هي من جوه شكله فندوم. اتضح انها حلوه المخ. حلو جدا. اخر طبق. دي كب كيكس هالوين. ده في غول وفي فرانكنستاين كوكي وفي ويتش عشان انا ويتش، ودي على شكل قرع عسل عشان هالوين معروف بقرع العسل، ودي موميا عشان يعني احنا مصريين برضو لازم نشوف مومياهات. يعني دي كانت حلقه عيد الهلع. احب اقول لكم كده وانا باكل اخر كب كيك شويه كده معلومات عن عيد الهلع. بدايته من ايرلندا وكان اسمه، او هو عندهم زمان في التقاليد بتاعتهم كان اسمه عيد سامحين. بدل ما بيعملوا قرع عسل كانوا بيجيبوا لفت عشان اللفت عندهم كان كبير قوي، وكمان كانوا فاكرين انه العالم الاخر بيبقى اقرب للارض. فاللي حصل انه الايرلنديين سابوا ايرلندا وهاجروا لامريكا، ومن هنا ابتدى عيد الهلع اللي احنا نعرفه دلوقتي او للامريكان يعرفوه. يا رب اكون عجبتكم الحلقه واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.